لو الحكاية فيها إن فيديو. مساء الخير عليكم. أحب أعرفكم بنفسي، أنا الإعلامية منى أبو شنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات في مصر وفي العالم الإسلامي كله. عملت مبادرة تعدد زوجات من 6 سنين، وأنا بعمل لكم دلوقتي فيديو لموقع فيديو، وبشكرهم على التواصل معايا. احنا الحمد لله شرعنا في تأسيس مؤسسة للدفاع عن تعدد الزوجات والدفاع عن حقوق الزوجة التانية، وإنها تبقى حقوقها زي حقوق الزوجة الأولى، وإن احنا كمان إن شاء الله في مجموعة من المستشارين هنقدم مشروع قانون الدفاع عن حقوق الزوجة التانية، لأنها لازم تتعامل بمعاملة المثل للزوجة الأولى. وكمان بنجرم في المجتمع، يعني إيه إن حد يقول إن التعدد ده خراب البيوت، نعمل قانون لتجريم الكلمة دي. والحقيقة إن أنا امبارح شرعت في مبادرة للاحتفال باليوم العالمي لتعدد الزوجات، وده إن شاء الله هيكون 24 مارس. وسبب إن أنا اخترت اليوم ده إنه أولا شهر مارس فيه الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وفيه الاحتفال بعيد الأم، فأنا قررت إن أنا أعمل يوم 24 مارس لأنه كمان مثنى وثلاث ورباع، فهيبقى إن شاء الله فيه احتفال بيه. وآلية الاحتفال إن إحنا إن شاء الله، أو أنا تحديدا هحاول إن أنا أتواصل مع معددين الزوجات وإن إحنا نحتفل بيه، ونحتفل بكل امرأة عندها استعداد أو تقبل تعدد الزوجات، بنحتفل بكل راجل هو معدد بالفعل الزوجات إن شاء الله بإذن الله. وأنا هدفي إن أنا أنشر التعدد للحفاظ على المجتمع من الزنا ومن الفجور، لتقليل نسبة الأنوثة، لتقليل نسبة الطلاق، لأنه أنا عايزة المجتمع يبقى آمن، ونفسي إن كل امرأة تبقى زوجة ولها بيت ولها أسرة، وده حق كل امرأة، وأنا بدافع عن حقوق المرأة مش بدافع عن حقوق الرجل. تحياتي ليك كله. منى أبو شنب.